السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هاد لا فيديو في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم في قناه نزال بحيح. اول حاجه كنشكركم بزاف بزاف على التعليق ديالكم الزوينه والمحفزه اللي كتفرحوني بها، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يشترك ويفعل زر الجرس فضلا وليس امرا. طبعا الى عجبكم المحتوى اليوم ان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم تيراميسو ساهل واقتصادي بدون بيض ولا ماسكربون، كيجي رائع ولذيذ بزاف بزاف، فالبنات كنتمنى تجربوه لانه كيستحق تجربه، ما فيهش بزاف ديال المكونات. ودابا بلا ما نطول عليكم بقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله، كنحتاجوا للتيراميسو ديالنا، واحد الباكيه ديال لي بودوار او النوع ديال البسكوي ديال التيراميسو. الا ما توفرش عندكم ممكن تستعملوا اي نوع ديال البسكوي. هنا عندي 200 غرام، وكنحتاجو كذلك 200 ملي من الكريمه السائله. انا استعملت هذا النوع، ممكن تستعملوا اي نوع متوفر عندكم، ممكن تستعملوا هولالا ولا لا كريم شونتيي، كتعطي نفس النتيجه. وكنحتاجو كذلك واحد العلبه ديال الجبلي، ممكن تخدموا باي نوع ديال الجبن متوفر عندكم، ممكن تعوضوه بجوج علب من ياغورت بيرلي مع جوج مربعات ديال الفرماج. وكنحتاجو كذلك القهوه، هنا استعملت القهوه اللي كنشربو، ممكن تاخذوا قهوه سريعه الذوبان وتذوبوها مع الماء. صافي دابا كنحيدو هاد المكونات كاملين جانبا بحال هاد الشكل، وكندوزو باش نطلعو الكريمه السائله ديالنا. هنا كنطلعها غير واحد شويه كما كتشوفوا، ومن بعد غنزيد ليها الجبن. كما قلت لكم ممكن تعوضوه بياغورت بيرلي مع جوج فرماجات مربعين. انتما البنات من بعد ما طلعت الكريمه ديالي كما كتشوفوا، كنحصلوا على الكريمه تكون بحال هكا، كتكون عاقده بحال هذا الشكل هكا. هنا كناخذ واحد البوش وكنوضعوا فيه هذه الكريمه. هذه الطريقه غير باش تسهل علينا نوضعوا الكريمه فوق البسكوي. ممكن تستعملوا غير بلاستيك عادي، ماشي ضروري البوش. صافي كنعمروه مزيان بهاد الكريمه. هانتوما من بعد ما عمرتوه دابا غنخليه جانبا. وهنا خديت المول ديالي كما كتشوفوا، غنستعمل هاد النوع ديال المول الطويل، غلفتو بالورق المطبخ. ممكن تغلفو غير بالبلاستيكه. ودابا غندوزو باش نغمسو التيراميسو ديالنا في القهوه بحال هذا الشكل هكا، وكنصطفوه في المول. بحال هذا الشكل هكا صافي كنصطفوه بحال هذه الطريقه هذه. الا شفنا شي وحده كبيره بزاف كنقصوا منها. هانتوما دابا غندير الطبقه ديال الكريمه. كما قلت لكم البنات هذا البوش كيسهل علينا نوضعوا الكريمه فوق البسكوي. ومن بعد كنجيب واحد سباتيلا وكنسرح بها الكريمه بحال هذا الشكل هكا، كنحاول نقادها مزيان من الجنب ومن الوسط. دابا كنضيف الطبقه الثانيه بحال هذا الشكل، كنغمسوا لي بودوار ديالنا في القهوه وكنصطفوهم. هانتوما صافي، هنا كما كتشوفوا القطعه اللي كنقصها في الاول كنزيدها هنا في الوسط. ومن بعد كنزيد الطبقه الاخرى ديال الكريمه بحال هذا الشكل. كنحاول عاوتاني نسرحها بلا سباتول بحال هذا الشكل. وهنا غنزيد الطبقه الثالثه ديال البسكوي، الطبقه الاخيره، كنستفوه مزيان بحال هذا الشكل هكا.
صافي هكا حتى نكمل الكميه ديال البيسكوي اللي متوفر عندي كما كتشوفوا. هنا كما قلت لكم باكيه ديال 200 غرام قاداني في هذا المول هذا. ممكن تضعفوا الكميه ديال البيسكوي الا بغيتوا ديروا مول مربع. هاد البقايا ديال البيسكوي كنضيفوه من الجنب بحال هاد الشكل هكا بلا ما نضيعوه. صافي البنات انتما كما كتشوفوا من بعد ما كملتو دابا غنغطيه وغنخليه تقريبا واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع. ممكن تخليه حتى ليله كامله قد ما خليتوه يبات كيعطي واحد النتيجه زوينه. صافي من بعد غندوزو باش نكملو التتمه ديال التزيين ديالو. ها انتما البنات كما كتشوفوا من بعد ما خليته انا خليته تقريبا ليله كامله. ممكن نتوما تخليوه 3 سوايع ولا 4 سوايع بحال هكا. كنحيدو من هذا المول وكنقلبوه في طبق التقديم بحال هذا الشكل هكا. ومن بعد غنحيد هذا الورق هذا ها نتوما بحال هذا الشكل هكا. هانتوما هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا. صافي هنا كناخذ الكريمه وكندير خطوط بحال هذا الشكل من الفوق. ممكن تسرحوا الكريمه غير هكاك بلا سباتول تسرحوها مزيان ولا ممكن ديروا الطريقه هذه اللي استعملت انا ولا ممكن تديرو على شكل وريضات وكيبقى التزيين على حسب الرغبه. صافي كنستمر هكا حتى نغطي كاع البسكوي ديالي بالكريمه بحال هذا الشكل هانتوما. هنا كناخذ شوكولات غبره. ممكن تاخذوا اي نوع ديال الشوكولات متوفر عندكم. انا خديت هذا ديال اللي كنديرو في الحليب نيسكويك. ممكن تستعملوا الشوكولاته المره. انا خلطتهم بجوج. انا غندير الطبقه من هذا ومن بعد غندير طبقه اخرى من الشوكولاته المر. هانتوما البنات كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو من بعد ما درت ليه الكاكاو المر او بودره الشوكولاته. دابا غندخلو الثلاجه وغنخليه تقريبا واحد ساعه ومن بعد غنقطع معكم واحد شويه. من بعد ما خليتها ساعه في الثلاجه حتى بردت لينا الكريمه وشدت راسها دابا غنقطع معكم واحد شويه باش نشوفوا التيراميسو ديالنا كيف جا من الداخل. هانتوما هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا. هانتوما صراحه كيجي رائع شكلا ومذاقا كيستحق انكم تجربوه. كنتمنى تجربوه وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم فما تنساونيش باللايك وما تنسوش كذلك تبارطاجيو الفيديو ديالي مع عائلتكم ومع صحابكم. وكنتمنى كذلك تخليو لي شي تعليق زوين بحالكم. ودابا غنخليكم الى اللقاء في فيديو جديد مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.